السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا ازازة خل فاضية، عايزين نستغلها مش عايزين نرميها، هنعمل بيها حاجة حلوة. عندنا فوم وعندنا الازازة، هنقطعها، هنقطعها يعني على حسب المقاس، بس هنقطعها يعني من هنا كده ان شاء الله. اي الوان انت عايزاها، احمر اصفر على حسب ما انت عايزه. يعني هتحددي كده عشان نقصها، يعني كده 3 سنتي، كده 10 سنتي، هنا 6 سنتي، بعد كده من تحت خليها تجيب دايرة كده، نص دايرة اهو، وبعدين قصيها. بصي بقى على الرسمة اللي انتي عملتيها دي، يعني المقاس اللي انتي عايزاه. برضه انا عاملة مقاس هنا تاني برضه 3 سنتي اهو، هنا 3 سنتي، ودي 10، وهنا 6 سنتي برضه. من تحت ايه اعملي نص دايرة كده، بصي يا بقى بالظبط كده عشان الايد تطلع مظبوطه، عشان احنا هنعمل على المقاس ده 9. انا رسمت على قطعه الفوم من ورا عشان ما يبانش يعني من قدام. الشكل ده كده انا عايزه بقى من دول 9، يعني اقيس كده زيها كده بالظبط، واقيس على نفس واقص كده نفس المقاس اللي انا هعمله. خلي ايدك مظبوطه عشان تطلعوا كلهم مقاس واحد، ما تبقاش يعني ايه. الفكرة دي زي ما اتفقنا انا شفتها في قناة اسمها، هي انا شفتها على كذا قناة يعني، بس اللي انا خدت منها الفكرة اسمها قناة ام مروان خلوقة، برضو اسمها خلوقة، وعجبتني الفكرة جدا. انا بحب اتفرج عليها بصراحة، بتعمل حاجات حلوة، فقلت ننفذوها مع بعض ان شاء الله. مش الفكرة سهلة يعني، مفيهاش اي صعوبة، هتحتاج بس مننا الفوم واي ازازه مثلا او لبس خل، اي حاجه عندك قماش، ولزق الشمع هنلزق بيه. قصيتهم حبايبهم زي ما شفتوا، لزقتهم الشمع، لزقتهم ازاي؟ حط الوش على الوش، الوش على الوش، بلزقها
حسب ذوقك بقى، على حسب ما انت عايزه اهو كده. بس هي حلوه عشان الخبز. الوش على الوش زي الوش ده على الوش ده، هلزقها بقى هقفلها حلو وهرجع لك اهو. حطيناها على الازازة كده، قفلتها ولزقتها برضو على الازازة، لبستها كده لزقيها حلو بالشعر عشان تمسك وما تخفش منها. هعمل مثلث. ممكن بقى انت شوية ممكن يعني تعملي دايرة كده دايرة كده بالمقص يعني برضه عشان مظبطش يعني دي فستان. الحتة اللي ورا دي هنكملها برضو ايه، هنكملها برضو الحتة اللي عندنا كده هلزقها بالشعر، هلزقها بالشعر. بعد كده انا جبت استرس برضه هنلزقه كده برضه استرس تاني، وهمشي كده بالشعر كده هو على الفستان كده. ولولي اي لولي عندك بقى اي الوان لزقيه برضه الشعر كده هنا هنا، عايز تحطي هنا عايز تحطي هنا زي ما انت عايزه. التزيين ده بقى على حسب رغبتك وحسب ذوقك. هكملها ان شاء الله وارجع اوريها. وبكده نكون خلصنا العروسه بتاعتنا النهارده اهو. لزقتها حطيت عليها الاسترس زي ما قلت لكم، من فوق هنا يعني الشريط استرس واحد هنا اتنين في بعض. ودي كانت عروسه عندي كده لزقتها عشان، وهنا لودي حطيت لودي. اي حاجه بقى عايزه تزيني بيها زيني بيها زي ما انت عايزه، انت ذوقك. تحطيها بقى على اي حاجه، ممكن تحطي فيها ورد. تحطي فيها ورد، تحطيها كده برضو شكلها حلو ومش وحشه. هتعجبك ان شاء الله وهتدي منظر حلو. وزي ما اتفقنا انا اخدت فكره من قناه ام مروان، يعني في كذا قناه عملتها بس انا اخدتها من قناه ام مروان. يا رب تعجبكم. لها النهائي انا حطيت فيها ورد كان عندي، ما اشتريتش برضو حاجه. حطيناها على الجزمة اللي احنا عاملينها مع بعض برضو. يا رب شكلها يكون عجبكم. لو عجبتك الفكرة ما تنسيش السبسكرايب واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.